للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن هاتفيا أستاذ لطفي سعان، عضو اللجنة الإعلامية لبطولة كأس العالم لكرة اليد. أستاذ لطفي، بداية نرحب بك في هذه الجولة الإخبارية. يعني مصر تنظم بطولة كأس العالم لكرة اليد في أوضاع استثنائية بحتة، وخاصة في ظل جائحة كورونا. ما أهم الرسائل التي ترسل بها مصر اليوم للعالم من خلال تنظيم بطولة مماثلة؟ اهلا بك يا فندم. اهم رساله للعالم ان في دي اول بطوله بتقام في توقيت وباء، دي اول بطوله بتقام في تحت ضغوط طبيعيه اللي هي الكوارث الطبيعيه. يعني دي اول بطوله بيشارك فيها 32 منتخب، دي اخر بطوله هتقام في دوله واحده. كل هذه المسجات عناوين في تنظيم مصر لبطولة العالم في نسختها 27 لكرة اليد. بدون شك في ظل هذه الجائحة التي تجتاح العالم، مصر بتقول ان الحياة ممكن تدب من جديد، قادرون على استضافة 31 منتخب الى جانب مصر دولة منظمة، قادرون على انشاء صالات وبنية تحتية لاستضافة اهم بطولات في العالم، قادرون على التنظيم، عندنا عقول واعية وناضجة انها تقدر تنظم بشكل كبير جدا، عندنا افكار كتيرة، عندنا شباب ما بيقفش وما بيفكرش ان في حاجة اسمها مستحيل، بنتخطى الصعاب، بنواجه كل الازمات، عندنا فلسفة للبطولات اللي جاية ان احنا داخلين على تنظيم بطولات عالمية بشكل كبير جدا، فبنية التحتية اللي عندنا صالحة وبيئة ناضجة لاستقبال بطولات في شتى الألعاب، خصوصا الألعاب التي تنتمي لألعاب الصالات كمان إلى جانب باقي الألعاب الأخرى. مسجات كتيرة جدا بتوصلها مصر من خلال البطولة، خصوصا إن ال 31 منتخب اللي هيشاركوا في البطولة ليهم برامج سياحية موجودة خلال البطولة، وقد بدأها المنتخب الياباني فور وصوله مبكرا بزيارة منطقة الأهرامات، وبالتالي حتى المنتخب الألماني النهاردة من مقر إقامته بأحد الفنادق في منطقة الأهرامات أبرزوا صورهم وفي الخلفية أهرامات الجيزة، فبالتالي الدعاية سياحيا واقتصاديا ممكن تكون المكاسب الاقتصادية لاحقة وليست حالية، لكن في النهاية احنا بنلعب على المدى الطويل اللي نقدر نحقق بيه انجازات على ارض الواقع في شتى المجالات، خصوصا ان بيشارك في هذه البطوله في اللجنه العليا المنظمه برئاسه رئيس الوزراء 18 وزاره، فبالتالي الى جانب طبعا منهم وزاره الرياضه كمقرر للجنه العليا، لكن معنى ان وجود 17 وزاره الى جانب وزاره الرياضه، اذا الدوله بكامل أجهزتها بتشارك في هذه البطولة لما لها من عوائد كثيرة جدا على المستويين المحلي والعالمي. طيب أستاذ لطفي، وأنت تتحدث عن هذا التكاتف التي شهدته مؤسسات الدولة اليوم في تنظيم بطولة مماثلة، وهي بطولة في الحقيقة يعني ضخمة زي ما حضرتك أشرت، في رأيك كيف يرسي هذا قواعد وبنى هامة جدا لاستضافة المزيد من البطولات على الصعيد الرياضي؟ استضافة البطولات، احنا من 2019 وقبل ظهور وباء كورونا مصر ادت درس في استضافة أهم بطولتين قاريتين في كرة القدم، ونجحت تنظيميا فيهم في أوقات صعبة جدا. لم تكن مصر هي الدولة المنظمة، لكن اعتذار الدول المنظمة عن التنظيم دخلت مصر في تحدي كبير وقالت ان نحن قادرون على التنفيذ في اقل وقت ممكن، وبالفعل اللي حصل ده، حتى ان الدول اللي عليها الدور في اسناد البطولات قالت ان مصر احرجتنا تنظيمها في الوقت القليل، وبهذه الجوده وبهذه التقنيه وبهذا التطور اعتقد ان اي دوله بعد كده يبقى لها حسابات اخرى في التنظيم، لان خلاص مصر عملت كل حاجه في التنظيم. في 2021 بتطل علينا كاس العالم لكره اليد، وفي نفس العام تقام في اليابان
طوكيو، اولمبياد طوكيو في شهر 7 المقبل. اذا احنا داخلين على تحديات. في العام الماضي تم تاجيل اولمبياد طوكيو بسبب كورونا. في هذه الاثناء كل الدروس المستفاده في هذه البطوله هتستفيد بها اليابان في تنظيمها ل اولمبياد طوكيو في شهر 7 المقبل. البنيه التحتيه اللي عندنا في تجديد صاله استاد القاهره الصاله الرئيسيه اللي هتشهد الافتتاح ومباريات المنتخب الوطني الى جانب صالات التدريب الملحقه بها، ايضا صاله العاصمه الاداريه الجديده في ثوبها الجديد، صاله برج العرب في ثوبها الجديد ايضا، صاله 6 اكتوبر المسماه باسم الدكتور حسن مصطفى المصري وهو رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. نعم. كل هذه الصالات هي اضافه للبنيه التحتيه الرياضيه في مصر بشكل كبير جدا، واعتقد ان مع المباريات هيبقى في رؤيه ثانيه للناس اللي ما شافتش الصالات ديت يعني بشكل امثل وبشكل قوي، على اعتبار ان توقيت البطوله كان فتره كافيه للناس انها تبدا تشتغل بس للبطوله بغض النظر عن ابراز القوه الحقيقيه لهذه البنى التحتيه.